وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. بنرحب بحضرتك بالتأكيد على شاشة إكسترا نيوز، وغدا بالتأكيد انطلاق الجلسات النقاشية ضمن الحوار الوطني والمحور السياسي. الحياة بيهيمن على جلسات الغد، كيف ترى الموضوعات المطروحة للنقاش في هذا المحور، المحور السياسي أستاذ خالد؟ أرى أنه اختيار صائب لأمانة الحوار الوطني التي وضعت الحوار أو المحور السياسي في باكورة الأعمال، لأنه بالفعل السياسة هي الرأس والاقتصاد وكل ما يخص الدولة يتبع السياسة، والمناقشات السياسية التي ستبدأ بالتمثيل النيابي وما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، هذه الأمور هامة جدا جدا، وأعتقد أن مناقشتها تعزيز لإنفاذ فخامة الرئيس لوعده بعقد الحوار الوطني. وأعتقد أن برضو في بارقة أمل من كلمة فخامة الرئيس أن كل ما سيتم إخراجه من مخرجات من هذا الحوار سوف تعرض عليه وهو المسؤول الأول في الدولة، وده أعطى قدر كبير من الارتياح للقوى السياسية. لم يتم استبعاد أحد، يعني المظلة للجميع، ونتبارك جميعا في حب الوطن وفي دماء الجمهورية الجديدة. يعني زي ما حضرتك ذكرت أستاذ خالد، من بين أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها غدا هو التمثيل النيابي وأيضا الانتخابات النيابية. هل لديكم مقترحات في هذا الشأن أستاذ خالد تقدموها خلال الجلسات في المحور السياسي؟ تحالف الأحزاب المصرية لديه عبر ممثليه في هذا الشق، وهما النائب تيسير مطر أمين عام التحالف والأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة، لديهما من الاقتراحات ما سيجعل التمثيل النيابي أفضل. التمثيل النيابي هو تعزيز لقوة الوطن. التمثيل النيابي منقسم لقسمين، قسم مجلس النواب ومجلس الشيوخ. طبعا النظام الانتخابي سوف يتحدث من هذه المناقشات. طبعا كلنا عايزين توسيع دائرة التمثيل النيابي، ولكن هناك دستور يحكم المسألة، هناك نسب محددة في الدستور تجعل النظام الانتخابي محكوما بنسب محددة. هذا ما سيتم النقاش والتباري فيه وإيجاد وسائل تطبق، لأن النظم السياسية المتعددة محكومة بدساتيرها، مش محكومة بقوانينها فقط، لا ده لازم القانون يبقى مطابق للدستور، وإحنا عندنا دستور تم وضعه سنة 2014 وضع نسب محددة مثلا للمرأة 25%، وضع نسب لفئات متعددة من الشعب، فيجي المشرع علشان يضع نظام انتخابي لازم يعبر عن تطبيق للدستور. ما نقدرش نعمل قائمة مثلا نسبية قد ينشأ عن تطبيقها عدم الوصول للنسبة اللي حددها الدستور. طب لو عملنا نظام فردي، طب النظام الفردي لوحده مش هيكون كافي وموفي للنسب اللي موجودة في الدستور، فلابد بالنظام يتماشى ويتناسب مع ما جاء بالدستور. دي نقطة تخصصية أنا بحاول يعني أوضحها للمشاهدين بشكل مبسط، لأن إحنا ندور وجودا وعدما مع المواطن. صحيح صحيح، وبالتأكيد سنفهم أكثر عن هذه النقاشات المتعلقة بالتمثيل النيابي والنظام الانتخابي لمجلس النواب خلال الجلسات غدا. طبعا في جلستين في هذا الإطار، أيضا في جلسة للجنة الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز. كيف ترى أهمية هذه النقاط في هذا المحور بالتحديد أستاذ خالد؟ حقوق
حقوق الإنسان مرتبطة ارتباط كلي وجزئي بحق المواطنة والحقوق الدستورية. وحقوق الإنسان ليست متعلقة ومنحصرة فقط في الجانب التعبيري، يعني حق التعبير، لا، ده في حقوق، حق السكن، في حق التملك، في حق الرعاية الصحية، في حق التنقل، في حق الاستثمار، هناك حقوق متعددة، الحق في الزواج، الحق في زي ما قلت السكن، زي هناك حقوق، الحق في العبادة، حرية العبادة، حقوق متعددة. هذه الحقوق الأجهزة الإعلامية على مستوى العالم ما اهتمتش بيها اهتمام كافي، وحصرت اهتمامها على وقصرته على حق الحق في التعبير. لا، الحق في التعبير وإن كان هاما إلا أنه ليس كل الحقوق الأساسية للمواطنين. لما الدولة عملت حق المواطن في الصحة وعملت 100 مليون صحة بمبادرة فخامة الرئيس، وعملت أيضا مبادرة القضاء على فيروس سي، للأول مرة في تاريخ مصر يتعمل مبادرات بهذا الشكل، وهذا حق من حقوق الإنسان، حق في التعليم، حق من حقوق الإنسان. وعلى فكرة التعليم أكبر محور من المحاور اللي موجودة في الشعار الوطني، معيش ده في خروج عن الموضوع، بس برضه هو متقاطع مع حقوق الإنسان، حق الحق في تولي الوظائف، الحق في التمثيل في مباشرة الحقوق السياسية، ده حق من الحقوق. سلسلة الحقوق الإنسانية متسعة ولا تقتصر على حق واحد، وهي موضع اهتمام الأحزاب السياسية بحيث أن الحقوق الأخرى تأخذ حقها أيضا، ولا يتم قصر الحقوق على حق واحد فقط. نعم، وبالتأكيد نحن سنتابع المزيد في هذا الإطار، وأيضا جلسة أخرى ستكون موجودة بالفعل متعلقة بجدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، طبعا هي متعلقة بتحدي التعاونيات. لو برضو تقول لنا أهمية ما سيتم في هذا الإطار. التعاونيات هي المظلة الأساسية لحماية المواطن، يعني متوسط. التعاونيات ست أنواع: تعاونيات استهلاكية وإنتاجية وإسكانية وسمكية وزراعية وتعليمية، ست أنواع من التعاونيات. التعاونيات تقوم عليها اقتصاديات الدول الإسكندنافية. التعاونيات تستطيع أن تنتشل اقتصاديات دول من موقف سيء إلى موقف أفضل. التعاونيات تكفل للمواطن محدود الدخل سكنا وغذاء ومصيفا وعملا وتعليما، كل الأنواع. هذه التعاونيات لم تحظى بالاهتمام إلا من خلال هذا المحور. إن التعاونيات هي السبيل الأول للخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية. تستطيع التعاونيات أن تقود البلاد إلى الأمام، وليس في هذا عودة إلى أو خروجا على الدستور، لا أبدا. التعاونيات محتاجة مجهود ومحتاجة تفعيل في المجتمع المصري أكثر، بحيث انها تبقى في كل دوائر. جميع الجمعيات التعاونيه تحت امره جهتين: الاتحاد العام للجمعيات التعاونيه والهيئه العامه للتعاونيات الاسكان والبناء مثلا. دي جهات متعدده تعرقل في تنوعها مسيره التعاونيات. عايزين التعاونيات تتبعها جهه رئاسيه واحده تبقى ليها اسهم في البورصه، يبقى في تيسير في عملها، بحيث ان هذه التعاونيات تستطيع ان ترفع العبء على الحكومه. احنا محتاجين تعاونيات لانقاذ المجتمع واعطاء المواطنين
الفرصة لحياة أفضل. نعم، وبالتأكيد في تعويل كبير على النقاشات المتعلقة بهذا المحور، وأيضا كل النقاط المدرجة تحت المحور السياسي، إن كان التمثيل النيابي، حقوق الإنسان، وأيضا لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على وجودك معنا. شكرا جزيلا ليك.